السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما شفتوا معايا عندنا السباغه هناك في الماط، كان خويا في الطاسر قياس باش بغيت نخدم. كما شفتوا هذا هو ليسانس، تقدر تطلقوه بالتيليا ليسانس. تنخوي القياس ليسانس ديالي الاخوان. اليوم الفيديو ديالنا غادي يكون على الام تي اف، وكنبدا نحرك بهذه الطريقه ان شاء الله تعالى الاخوان. غادي نوريكم كيفاش تخدموا الام تي اف من البدايه حتى النهايه، كيفاش تسبغوه الاخوان، وكيفاش تركبوا ليه البيكسي كلاس ديالو البلاستيك الابيض، وكيفاش تبلاصيو في بلاصتو في البلافو. وراه فيه شلة ديكورات وكاين العبارات كما شفتو الاخوان. طريقة السباغة هي هادي، تنبدا مباشرة في السباغة بعد ما تنحرك السباغة مزيان. تنبدا في السباغة، وديما السباغة الاخوان القياس تاع السباغة باش بغيت نخدم هو اللي تنخلط، والبونجة تاعي ما تنشارجيهاش بزاف وما تنعمرهاش بزاف، ما تكونش مشارجيه وما تكونش خاويه الاخوان، ما تكونش خاويه تعني بزاف، يكون فيها قياس السباغه باش تتم غادي في خدمتك نقيه وتتم غادي السباغه ناضيه، وما تحاولش تخرج دوك التميعات في العود ولا شي حاجه. الام تي اف ماي تكون السباغه ديالو ناضيه بهاد الطريقه هادي الاخوان، وتتمشي مع السباغه ضربه واحده ضربه، ما تتخليش داك المنك مثلا بلاصه تكون مسبوغه وبلاصه ما مسبوغاش، لا تتم غادي بالخدمه ناضيه ومتناسقه. حاولنا نوريكم هاد البياسه، وغادي نوريكم شي جوج بياسات اخرين الاخوان باش تاخذوا فكره اكثر وتستافدوا مزيان على الطريقه. وبالنسبه للام تي اف راه تتسبغوا من جهه واحده الاخوان، من جهه واحده بحال هكا الاخوان، والجهه الاخرى راه ما تتسبغش منها. كما شفتو عندنا الطرف هذا تاعو بنفس الطريقة، باش سبغنا المرسول الأول تنسبغو بيه، تنتمو غاديين مع الطرف كاملين بهاد الطريقة ديال الإخوان. وبالنسبة كيف قلت لكم الإخوان، راه الألوان على حساب الإختيار والذوق تاع الإنسان، وحتى الزواقة تاعي راه على حساب تقتل الانسان، واي زواقه بغيتي كاينه، اي زواقه بغا شي وحده هكا عجباتو راه تكون. فهمت الاخوان، تختار الزواقه اللي بغيتي تتمشي لبيسي تطبع وتجي ناضجه بحال هكا، وتبدا في السباغه وتقاتل البيكسي كلاس ديالو. وبالنسبه للصباغه الاخوان، طريقه الصباغه مع ما بين الصباغه والبيكسي كلاس خصها تكون واحد الساعه ونص ساعتين. تتصبغ الام تي اف وتحطو في الشمس، تحطو واحد الساعه ولا ساعتين وتنشف. كما شفتو هو هذا البيكسي كلاس الاخوان البلاستيك الابيض. وبالنسبه للمقياس تاع البياسه الاخوان، راه تنشدو بالبياسه هكا، تنحط البياسه ديالي وتنقطع عليها بالكيتور، تنقطعو. بالنسبه لهاد البلاستيك الابيض تيعطي واحد الجماليه وتزيد شويه في الاضاءه الاخوان، وتنبقى تنمشي معاه بحال هكا بالكرافوز الاخوان. كما شفتو معايا ضربة واحدة ضربة، بهاد الطريقة هادي الإخوان باش يلصق البلاستيك، مع الام تي اف. كما شفتو معايا الإخوان نفس الطريقة باش خدمت البياسة الأولى، غادي نحاول نوريكم البياسة الثانية تتقطيعها بهاد الطريقة هادي. كما شفتو الإخوان، وتطرق ضربة واحدة ضربة بحال هاكا الإخوان، ضربة واحدة ضربة، تتشكل البياسة ديالك. كما شفتو معايا، وتنحط البياسة. غادي نعاود نوريكم بياسة أخرى باش تاخدو فكرة مزيانة الإخوان وتستافدو مزيان. كما شفتو بهاد الطريقة تتحطها فوق
البلاستيك ديالك، وهذا البلاستيك راه خاص هكا بيكسي جلاس، تيكون بحال هكا الإضاءة وداكشي، يلاه ما تيدير ليه والو، وتيكون بيض هكا بهاد الطريقة، وغاتي واحد اللمعان كما شفتو معايا الإخوان، بياس الأخرى وتمشي مع البياس بحال هكا. هنايا غادي نوريكم الطريقة تاع السنتة تاع ليد، كيما شتو تنفيكسيها في البلافو بتقيبات، حيت السنتة ديما خصها تجي لفوق الإخوان، ما تكونش في الجانب ولا شي حاجة، ديما تجي الوسط باش تعطيك الضو مزيان، وباش ما ضبطيها درتي جوج سنتة تتكون القضية مزيانة، تضوي الام تي اف مزيان، تكون السنتة تشوف في الام تي اف باش تعطي واحد الجمالية زوينة، والضو تيبان مع البيكسي جلاس. وبالنسبة لهذا راه تعطي الديكور، ولي سبوت تاهما راه تيزيدو واحد الجمالية اخرى. انا وريناكم طريقة كيفاش تخدمو القبص مع الام تي اف الاخوة، ان شاء الله من يلصقوا لي سبوت تاني وداكشي تسبب، غادي نحاولوا ندير لكم واحد لا فيديو على هذا المحل هذا. ودابا راه غادي تشوفوا هذا الديكور هذا كامل كما شفتوا، حاولنا ندوزو كلشي ناضي باش السقف ما تبقاش فيه شي حاجه، ديز ليه الطو ديالو، ديز ليه العود، ديز داكشي الخدمه دايزه ناضيه الاخوان، تيجي الام تي اف تيتصبغ تيتحط بلاصتو تيبقى ناضي كما شفتوا، البلاستيك ديالو لاصق تيلصق بسميتو، تيلصق بالكرافوز، ما بقيش يتحرك الاخوان، ماشي بحال الكولا، ولكن بعض الاخوان تيديروا الكولا ما خدماش، هذا تيلصق ناضي الاخوان، الكولا هذا تنشف ويقدر يأثر لك هذاك البيكسي كلاس من فوق العود يتحيد لك، لهذا ديما باش ما لقيتش تخدمو بينيسات ولا شي حاجه اللي تتقبض في العود هكا بهذا الشكل، طريقه باش خدمتو راه مزيانه بالكرافوزو البينيسات ديالو، تيشد البيكسي كلاس مع الام تي اف مزيان، مبقيش يتحرك ولا شي حاجه كما شفتوا الاخوان، وتندور مع الام تي اف بهذه الطريقه هذه، كل بياسه تنحطها بلاصتها. وبالنسبه للاخوان ديما تطلع في العبار ديالك يكون ناضي تاع القبص تاعو مهم، خصو يكون دايز مزيان ناضي ريقل، باش الا حطيتي العود تحطو ناضي بحال هكا، يجيك العود مزيان، ماشي تلقى العود ما مقادش مع القبص. لا الاخوان ديما تهلاو في العبار، المقياس الاخوان اللي تيسولوني على العبارات هذا، تهلاو في المقياس كما شفتو، تكادر الام تي اف، بقالنا نمارسو على الاخوان، تيجي تاهو بلاصتو تيجي ناضي، وغادي نوريكم الشكل النهائي في الاخر. وبالنسبه لهاد السنتة الاخوان راه فيها ثلاثه اللوان، فيها ثلاثه اللوان هاد السنتة هادي، فيها اللون الازرق والابيض والازرق مع الابيض تيشعلو كما شفتو الاخوان، حطينا الام تي اف، الشكل النهائي ديال الديكور ديالنا هو هذا، كنتمنى الاعجاب ديالكم، وغادي نحاول نوريكم اللون الاخر الاخوان، اللون الابيض كيفاش تيجي حتى هو، غنوريكم الابيض مع الزرق الاخوان، تيشعلو بجوج في دقه واحده، هو هذا الابيض مع الزرق، وتقدر تشعل سنتا تيليكوموند فيها جميع الالوان، تشوفو في الخضر، تشوفو في الاحمر، في الزرق، اي لون يعجبك. وبالنسبه لهذا الاخوان راه اذا طفيتي العيد الضو بحال هكا تيبان داك الكحلمات، وفي داك البيكسي كلاس هاكو كتعطي ديك البيولوجية، وتتبان البلافو تيبان تعطيك ديكور، واخا كاع متشعل فيه الضو تيبان زوين، ومني تيشعل الضو راه تيكمل الجمالية ديالو كيما شفتو الإخوان.
وكنتمنى تكونوا استفدتوا معنا الاخوان، واللي خصاتو شي حاجه مرحبا يخليها لنا في التعليقات. اللي ديزاين ديال الانستغرام ديالي زكريا بارود نفس السميه اللي في القناه، والاخوه اللي تشاهدونا اول مره كنتمنى تنورونا في القناه بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس، ولا عجبكم لا فيديو كنتمنى تبارطاجيو مع الصحاب ديالكم والحباب والعائله. بغينا كل شيء يستافد الاخوان، وكنتمنى نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله تعالى. وراكين الجديد الاخوان تسناوني قريبا، غادي نحط لكم هذا الفيديو الجديد، وتهلاو ليا فراسكم الاخوان، وكنتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير.